لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العراقيين العصلاء، تدرج قلب أمه وقلب أبوه هذا إذا الليل والنهار هذا الطفل يبكي من هذا الألم. هسه بعد ما أدري على قولة رحيم دليني يا حسنة وباشر مشيلة، مصاب بتضخم الكبد الفيروسي وصار عنده تضخم بالطحال وبالقلب ومحتاج عملية بالخارج. أتمنى بالرسالة اللي اجتني اللي منكم يقدر يتبرع ويساعد حتى لو بجزء بسيط الدال على الخير كفاعله. بالمناسبة بتبنيت احدى المنظمات الخيرية او منظمات المجتمع المدني، وبالرسالة يقول استاذ نجم شلون يوصل المنشور الى السيد رئيس الوزراء السوداني ووزير الصحة المحترم. بالمناسبة انا بعثت الفيديو للسيد وزير الصحة، وانا اعرف صالح المعالي الوزير، انا كنت اراجع لما كان وزير صحة وكنت اخذ له فايلات بالعشرات وكان يستجيب. اتمنى من مكتب الاعلامي يوصلوا لي هذا طول الفيديو، بلكي السيد الزعيم ابو قطر يشوف هذا الفيديو ويشتغل عليه. انطوني السيد ابراهيم التميمي. يا الله، السلام عليكم. حياك الله استاذ ابراهيم. حياكم الله، الله يحفظكم ان شاء الله ويوفقكم ان شاء الله. هذه مشهوده لكم واول وجديده عليك استاذنا استاذ نجم الطيب. اعمالك انا دمرني دمرني هذا الطفل لما شفت هذا وراسا الصوره الرسمه بذاكرتي ان شلون حال امه وشلون حال ابوه. انتم منظمه منصتكم. انا معك ابراهيم التميمي مدير علاقات مؤسسه البصره للتنميه والاغاثه المجازه رسميا من الامان العام لمجلس الوزراء. اتمنى من خلال منصتكم الكريمه ان نتعاون من اجل انقاذ حياه حيهم. اليوم هواي من الاموال جاي تصرف، هواي من الاموال جاي تنبذخ، فشيء بسيط من المال اذا يخصص الى ايمن ممكن ان ايمن يرجع للحياه ويعيش ايمن. زين، ايهم وين عمليته؟ وين قالوا له عمليته ايهم؟ نقدر ان ننقذ ايمن، تكون عمليته في الهند، عمليه ايمن في الهند. ما فهمت عليك؟ عمليته في دوله الهند. بالهند. نعم. اي احنا اليوم هواي من الاموال جاي تنبذخ وجاي تنصرف. احنا والله أنا أتعاطف وياك. يعني بسيط إلى أيهم نقدر نجعل أيهم شاب ممكن نباشر عقبه يعيش ويمشي مثل أمه وأبوه موجودين نعم متوفرين موجودين. متوفرين. إيش قد كلفة العملية؟ إحنا في كلفة العملية من 5 إلى 6 دفاتر يعني حاليا، ونسبة النجاح عالية أعطونا إياها بالهند. خويا سيد صالح الحسناوي بقته لك هذا الطفل. زين هذا بقته لك الخمس دفاتر. انا حسب ما اتصورت انه اعتقد هو ريوق مال كاس العالم مال نصف يوم. اخوي ناس فايخه هذول، خاص خليني اقوم هسه. ناس فايخه تدور كاس العالم وتدور تذاكر ودرجه اولى، شنو علاقته بيهم؟ شنو علاقته بفلان؟ كلش طبيعي اذا نص يوم ما يتفرقون يقدرون يقضون حياه ايهم. والله انا يعني اوجه خطابي للمرجعيه الدينيه بالنجف الاشرف، يعني هذا الطفل اعتبروه ابنكم، وانا عندي خطاب مباشر مع ممثلي المرجعيه والساده اللي يشتغلون وياهم ويسمعون مني. هلا بهذا الوليد وتليفونه يمي، ولوجه الله يرحمكم الله. انا بعد لانه ما ادري اسولف العلم، والناس تريد، الناس تريد حقوقها، وكل احنا باكر معرضين ان تكون بابنائنا وبيوتنا وبعوائلنا هذا، فخل نزرع لنا طيبه وحسنه عسى ان يرحمنا الله ويرحم هذا الشعب.